خلال مؤتمر صحفي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجموعة من القرارات المتعلقة بسلامة المواطنين وعودة عجلة الحياة لطبيعتها مرة أخرى بعد إعلانه أن فيروس كورونا لن يختفي الآن. لذلك أعلن مجموعة من الإجراءات الاحترازية فيما يخص التجمعات في عيد الفطر المبارك التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروس، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها هدفها تقليل عملية انتشار الفيروس. فبداية من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 من مايو سيتم غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية والشواطئ مع بدء الحظر من الساعة 5 مساء. وأكد أنه سيتم إيقاف كل وسائل النقل والتنقل بين المحافظات، كما قررت الحكومة عدم إقامة صلاة العيد في المساجد والاكتفاء فقط بإذاعتها على التلفزيون من أحد المساجد. كما أكد رئيس الوزراء على دراسة عودة الحياة التدريجية لإحياء الشعائر الدينية في المساجد والكنائس بداية من النصف الثاني من شهر يونيو القادم، وأنه اعتبارا من بعد عيد الفطر سيتم فرض حظر التجوال من 8 مساء وحتى 6 صباح اليوم التالي.